لا لي لا 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 كان زغان يجي يا لا لي لا لا كان زغان زغان قالوا لي الدنيا مالينا شواهين كل عجر ما فوق منها طيرين ولا ثلاثه فازنا عفشو وني من الدكان وقلنا لهم عاد عرفنا روحوا ماسكين حسب المراكيز مش هنا روحنا ومساكنا اللي فوق راسي كذب مركيز هذا ينبيع كان هذا ينبيع ب 10 بسعيد ينبيع كذب لنا 6 ايام نطنوا في هذا العجرة ما لقينا حتى قليله لا في رواج ترقد عليش انت ترفاجع في البيت هاي تعرزها انت قاعد قاعد ها نريد نطير والله قاعد كله كل احد ما وقفنا طيرين امس مسكاو يا رجال مسكاو هاو يمسكوا في يدينهم يقول له طير كذا هاو هاو صيد الان طير يقول له على ايش طرح طرح اليوم هاو هاو مسكت يا قوية جاي يا خسان حاسبك طرح اليوم والله يطنك بعفش 8000 ويقول لك ان شاء الله تمسكه تجي يوم لحد يمسك فيك بتاع الدكان وخلاص خو زيك ناخذه فين اهو مساكني ها لا راقد على ايش انت قام انت مشتيجة كيف مشتيجة على الرجال مسكه ريح موت برا موت قبله يا ابو يا ابو على بتاع الرز هذا اهو متت قبله ومساكت هذا ومتت ها متكيفين يا بتوع الرز بنا كلها طيور تعالوا مسكوعة اهو مساكتنا فجأة بغيت تانك البنزين ب 1970 جنيه هذا ما جيبش 17 جنيه يا كيفين عاد انتم هو كيخش لك تكيف عاد نمشي وين واخبار المزل اليوم مزل ما فيش مزل رايت الدنيا مولع كيف عليه الطلاق قريب وتدخن الدنيا ولا مزلة في الدنيا شف لي هك شف لي ها تراعي في الضباب يقول لك دارت بحاري يا ابوي ها قبلوا قبلوا وخش الامره هناك بتكيفوا لا بس على الطلاق ما ننزل النقب نقعد فوق 150 مع الطريق على البيت يقول لك انزل الدعتر الدعتر مغرى حزر تحت تمسك الدعتر يخش لك عجيج يربخ عجيج الحمراء مكانه على يطلق صنيب يتحادث مع الريح تجيك حاد ارصفها طايره وقراصه وملخيه وفي الصبح توعى تقول بيه شلب على وجهك طلع في دهن صفره وجهك وعروقك متكتفين لا 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 ما خش الحائط اصلا سنة اليوم مركز على الحائط طيب هو يريد يركز هو مغضوب ويريد يركز على الحائطة ما عادي طاير مع المزن مش حينزل في الارض ما ناكش ركز شينك لو ما ناكش طيور يا على الاطلاق ما ناك علمنا 3 ايام من الدورة وانا بس جيب الله نصيده فوق طريق ساعات ما تنطم نفتحها على البيت لا يا لا مسكاو البارح مسكاو بعض 106 106 ما تقول 100 خلاص يعني دافع ولا 6 يسقف في الحكي عادو يعني معناته حكي صحيح نقش طيور على الاطلاق ما هناك خلي ماشي تجيب برقيس ماشي ها قاعدين في برقيس كل عذر ما فوق منها برقيس هاي لكن تقول لي شاهين وهناك انسى لا امسكاو قوم قوم انتم راقدين طلع معاك مان السنه ايش ما طالع معاك طالع معي عمي تظل يا عمي شخص كمان مبروك العقبال الحج عيت عفش يصيدوا فين وقال لك السنة حدير مطار وحرق تعاون علي اللي مين حتى سمينه السنة ننص وزياز بجيبه ما فيش طيور السنة لا السنة ولا اللي بعدها كم مساك الطرح حنذبح جدي مطرح طيري جدي ولا حنمس كوة معروف حنذبح جدي تذبحي والله كم مساك الطرح حنذبح جدي يا راس مبروك عليك يا عبد الله مسكاو او مساكتنا لا قالوا عايش لك عاصل بلح مسكاو قرنص مسكاو وين
الله يسكن في دار الزيبة. دار الزيبة ناقي على جواه والله ما فيه لا قرناص ولا فيه برقاس. تعرف يطير قداش هذا؟ يطير في 10 متر من غضب ربنا عليه. زهقان من الدنيا حتى برقاس زهقان. اكشف عندك هاي خيمة خيمة سيدة عندك تريد يمسكوها بك رأيتها؟ أصبح خيمتها متكيفين. لا بس الله يسعد دير ريح يا ريح. الدير ما الدير الا الدير في الليل وفي الصبح يجيك عجل يربخ من قبل منها. مشروع الصيد طير هذا انا ما الحمراي كان يا اخي نالي 37 سنة من الصيد. مشروع بايض ندحدر او قاعد ندحدر او تحت ننزل. نخش تحت. ايوه يا ابوي الدحدر تحت حتمسك حتمسك صح حتمسك نار. ماكش عجيج لا ماكش عجيج وين انزل يا عم انزل وصور لي الوطن هناك ونشرب بس حتراعي العجيج شكله ايش الحمراي. عجيج وعجيج مش بحالي عجيج من قبله وجيب في بلك عجيج ببلك مع قز مع تراب يا عيت عقاب. ان شاء الله نمسكوه السنة بعد ما يريد غير كان راك كان راك والله قش والله ابو حوام والله يا ابو رقيس ايش الجو عندك؟ كل سنة وانتم طيبين ولا يقبل السنة الجاية السنة ما عاد الا عدة صيد الطيور. هذا مزن؟ ها؟ يدير مزن ها؟ مزن سكاوها عليك محاشا راعوا المزن ها تكلموا يعني هو يريد يروح شابط المزن من قيمة 5 سنين مسكنا طير والله يوم التاريخ قبلي ماليش دعوة بالمزن والطير تكلبوش ارواحكم ولا ليه دعوة بالمطر هو طير وراسه في راسه.